مرحبا مرحبتين، اهلا وسهلا فيكم جميعا. نوعا ما راح تكون القصه جميله وفي نفس الوقت مرعبه، خصوصا بين مدينه تولكا وكستابان. حتلاقي الطريق لطيف ومختصر ورحلتك حتكون سريعه. المهم، من سنين كثيره اي حدا كان بفكر ينتقل من بين المدينتين كان لازم يسافر في طريق جبلي طويل، على يمينه صخور جبليه حادة مخلية الطريق ضيق، وعلى شماله مكان غميق ممكن الواحد يقع فيه. وفي ليلة من الليالي باص فيه ركاب مسافرين، الباص اتحرك من إكستابان، أمر طبيعي وعادي جدا لأنه مش أول مرة. اتجه ناحية تولكا، كانت الرحلة ليلية يعني في نص الليل، فالركاب قرروا يستغلوا وقت الرحلة ويناموا. لما الباص وصل عن سفح الجبل وبدأ يمشي في الطريق الطالع لفوق، وكانت الرحلة لحد هذا الوقت طريق سهلة وما فيها أي مشاكل، أغلب الركاب كانوا نايمين من تعب الرحلة لأنه مسافة طويلة، واللي كان صاحي كان مسافر أكثر من مرة، والرحلة لحد الآن ماشي بشكل طبيعي. لكن لما وصل الباص لأعلى نقطة على الجبل بدت الدنيا تمطر، وطبعا بتتشوش الرؤية وخصوصا لما تبقى في مكان عالي، والسواق بدأ يواجه صعوبات في المنحنيات الخلفية، خصوصا انه هذا الطريق صار فيه حوادث كتير قبل هيك وكل حادث اخطر من التاني. فكل الركاب اللي في الباص بدوا يخافوا، والباص استمر في طريقه رغم الخطر والطين والطريق المبلول. الركاب بدوا يتوتروا والقلق باين على وجوههم، خاصة لما السواق زود في السرعة بشكل مش طبيعي، فصاروا الركاب ينادوا على السواق عشان يخفف من السرعة، لكن السواق ما كانش يرد، فكانت سرعة الباص تزيد وتزيد وخوف الركاب يزيد معها. فجأة السواق صرخ في خوف وقال الفرامل وقفت، والباص كان ماشي بسرعة جنونية كان مستحيل يقدروا يسيطروا عليه، وفي غمضة عين وصل لمنحنى خطير، ومن شدة سرعته السواق ما قدرش يتحكم فيه، وهين كانت الصدمة، وقع الباص وصار يخبط في الصخور الحادة، وهو بيقع معظم الركاب ماتوا في البداية، والباقيين واقعين على الأرض وفقدين الوعي، مغمى عليهم وبينزفوا. لكن فجأة النار بدأت تزيد، والباص كان بيحترق بالنار بالركاب اللي فيه، وخلال دقائق معدودة النار كانت قاضية على الباص اللي فيه، ومحدش كان قادر يسمعهم، وهم بيصرخوا بيستنجدوا، ماتوا أبشع موتة ممكن تتخيلها. في نفس الليلة الشرطة قدرت تحدد مكان الحادث، والناس بتقول إنهم دايما بيشوفوا باص قديم ماشي في الطريق بين المدينتين، وبقولوا لو كنت واقف على الطريق ومديت إيدك للباص حيقف وباب الباص حينفتح في انتظارك عشان تركب، ولما تقرب منه حتلاحظ إنه قديم بس بحالة جيدة. حتلاحظ كمان إنه مليان، ما فيش مكان فاضي، لكن لما تركز شوية حتلاقي كرسي واحد فاضي، ولو انت شجاع شوية قررت تكمل المغامرة وطلعت وقعدت في هذا الكرسي حتحس بشعور غريب، حتحس انه في اشي غلط، وعلى الرغم انه الباص بيظهر في وقت متأخر في الليل الا انك حتلاقي كل الركاب صحيين ومركزين نظرهم لقدام طريقة غريبة، ومحدش منهم بيحكي اي كلمة، صمت غريب مسيطر على كل اشي. وبعد شوية بيجي الكمسري، هذا الشخص اللي بلم التذاكر، طبعا انت راكب ما فيش معك تذكرة فبتجهز نفسك عشان تقطع منه تذكرة، لكنه بيتجاهلك تماما. ولما يوصل الباص لمدينة تولكا بعد نص الليل السواق حيوقف الباص قبل ما يوصل للمحطة، حيلف ويطلع عليك انت تحديدا ويقول لك انت لازم تنزل هنا، الرحلة تاعتهم لسه ما انتهتش بس رحلتك انتهت، ما تسألش ولا سؤال، ما تحاولش تناقشه، اسمع الكلام وبس. كل الركاب قاعدين لكن هو بكلمك انت لازم تقوم وتنزل هنا، ولو حاول تعطيه مصاري حيرفض وحيشاور لك بإيده عشان تنزل، وحيحكي لك بعصبية بديش منك مصاري، انزل وبلاش تطلع وراك مهما صار وإلا عمرك ما تسيب الباص. واللي بيسمع الكلام وبينزل من غير ما يطلع وراه بيسمع الباب بيتسكر وراه، واللي ما بيسمعش الكلام وبطلع وراه قبل ما ينزل حيشوف الباص متحطم ومتكسر، وحيشوف الركاب بيطلعوا عليه من الشبابيك، والباص حيختفي لكنه حيموت خلال أيام في حادثة بشعة، وشبحه حيسكن في الباص للأبد. وهذه كانت القصة الأولى، خلينا ندخل في القصة الثانية وإن شاء الله راح تنال إعجابكم. والقصة رقم 2، جريمة الحظيرة الحمراء. في عام 1827 ماريا مارتين راحت تقابل حبيبها في الحظيرة الحمراء، وهذه كانت آخر مرة حد شافها فيه وهي عايشة. الموضوع بدأ في شهر مارس عام 1826، ولما بدت قصة الحب بين ماريا مارتين اللي عمرها 24 سنة وويليام كوردير اللي عمره 22 سنة، لكن بعد سنة واحدة بس تحولت قصة الحب هذه لجريمة قتل، ومش أي جريمة قتل، هذه واحدة من أشهر جرائم القتل في التاريخ،
الاثنين كانوا عايشين في بولستيد، وهذه بلدة صغيرة في سفلوك في انجلترا. ويليام كان ابن مزارع، كان معروف عنه انه مشاغب وزير نسا يعني تاع نسوان. هذا غير انه ساعد والده مرة عشان يسرق مجموعة خنازير، ومرة تانية ساعده على قتل قطيع خنازير لمزرعة مزارع تاني منافس لأبوه. طبعا في بلاد الأجانب بربوا الخنازير في المزارع عادي عندهم، بيذبحوهن وبيأكلوهن. المهم ماريا هي كمان كانت مشاغبة، وكانت معروفة بعلاقتها مع الرجال، حب وغرام وغير المواضيع هذه يعني. وقبل هيك خلفت مرتين من غير جواز، منهم مرة من أخو ويليام الكبير، ومرة تانية من شخص مش معروف رفض يعترف بالولد أو يعلن عن حاله ويعرف عن هويته، واكتفى أنه يدفع لها مبلغ من المال كل فترة عشان تربي ابنه بدون ما حدا يعرف وبدون ما تشوه سمعته. يمكن كان شخصية معروفة أو مشهورة وخايف على حاله من الفضائح. وعلاقتها مع ويليام ظلت سرية لحد ما خلفوا ولد سنة 1827، وهذا الولد مات أثناء الولادة، وهذا الولد كان سبب بداية المشاكل بين ويليام وماريا. لكن في الحقيقة بدت هذه المشاكل بشكل رومانسي لما ويليام طلب من ماريا أنها تتجوزه، لكن سمعت ماريا السيئة وعلاقاتها السابقة وقفت بالمرصاد، وخصوصا مع انتشار إشاعة بتقول أن السلطات الإنجليزية بتدور عليها تهمة إنجاب أطفال خارج طاق الزواج، هذا غير التحقيق في وفاة الأطفال. طبعا الأطفال اللي ولدتهم ماريا كانوا يموتوا خلال يومين ثلاثة بعد ولادتهم، وعشان السمعة اللي طلعت عليها ويليام اقترح عليها انهم يهربوا فورا. طبعا مرت ابوها لماريا كانت بتعرف كل اشي وكانت مخبية. المهم ماريا وويليام اتفقوا انهم يتقابلوا في الحظيرة الحمراء ومن هناك يهربوا، وحددوا الميعاد كمان هيتقابلوا يوم الاربعاء 16 مايو عام 1828. بس الاول اتفقوا انهم يتجوزوا في السر قبل الهروب، لكن اللي صار ويليام اتأخر عن الميعاد اللي اتفقوا عليه مرتين، مرة ما راحش على عقد الزواج السري، والمرة الثانية لما ما راحش على الحظيرة الحمراء. ولما ظهر بعد يومين راح زار ماريا في البيت طبعا كالعادة قدام مرت ابوها، وقالها انه الشرطة بتدور عليها عشان يقبضوا عليها. طبقا للسجلات التاريخية الشرطة اصلا ما كانتش مهتمة فيها ولا بتدور عليها عشان يقبضوا عليها، لكن كلام ويليام خلاها تقلق كتير وتصير مرعوبة بشكل مش طبيعي. عشان هيك اتفقوا على خطة بديلة، وهي انهم يتقابلوا في الحظيرة الحمراء كمان مرة، بس المرة هذه لازم ماريا تتنكر بزي راجل عشان محدش يعرفها، ومن هناك حيهربوا زي ما كانوا مخططين. وراحت ماريا تشوف حبيبها السري في الحظيرة، وهذه آخر مرة حدا شافها فيها وهي عايشة. اختفت ماريا تماما لكن ويليام ظل موجود، وهذا اللي قلق عيلتها. المفروض انهم يهربوا مع بعض، ليش هو لسه هنا وهي وين وليش مهربوا مع بعض؟ أسئلة كتير حيرت عيلتها. ولما سألوه قال بمنتهى البساطة انه ساعدها على الهروب، لكن لما الشك زاد اختفى هو كمان وبدأ يبعث رسائل لعيلتها ويقول انهم عايشين في سلام وكل اشي تمام بعد ما تجوزوا. لكن الغريب انه ماريا ما كانتش تكتب ولا رسالة، كلها رسائل منه بس. ولما سألوه بدأ يتحجج بانه ايدها وجعاها والدكتور منعها عن الكتابة، او هي كتبت لكم رسائل كتير بس ضاعت في البريد. الشكوك بدأت تزيد، ومرت ابوها لماريا كانت دايما تحلم في كوابيس انه ماريا ماتت ومدفونة في الحظيرة الحمراء، وهذه الكوابيس كانت تتكرر كل يوم، وكانت تقول للناس انها بتحلم بهذه الكوابيس الغريبة لحد ابريل عام 1828. ابوها لماريا راح على الحظيرة الحمراء بس عشان يطمن مرته انه ما فيش اشي، وهناك لفت نظره مكان في ارض الحظيرة مش شبه بقية الارض. ولما حفر فيه وهنا كانت الصدمة، لقى جثة بنته متحللة عرفها من شعرها وملابسها، ولقى دليل على الكاتل وهو المنديل الأخضر الملفوف حوالين رقبتها. أبوها بلغ الشرطة، والشرطة فورا بدت تدور على ويليام وقبضوا عليه في لندن. طبعا حاول يدافع عن حاله ويقول إنه بريء وإنه ما يعرفش حاجة عن موضوع ماريا. كان صعب تحديد سبب موت ماريا لأنهم لاحظوا إنها كانت مصابة برصاصة في عينها ومخنوقة بمنديل وضربة قوية بالفاس على راسها، عشان هيك ما قدروش يحددوا سبب موتها. بس كان سهل إنهم يعرفوا انه ويليام هو اللي قتلها، خصوصا انهم لقوا كل الادلة في بيته وكل حاجة كانت تقول انه قتلها لسببين. السبب الاول عشان هي عارفة كل نشاطاته الاجرامية، والسبب الثاني عشان طلب منها المصاري اللي ببعت لها اياها والد طفلها السري وهي رفضت فقتلها هي والطفل. وعلى فكرة الطفل ما كانش مدفون معها، لحتى الان محدش بيعرف مصيره او وين مدفون. المحكمة انعقدت لمدة 35 يوم، وقبل ما يحكم القاضي بالاعدام ساعتها
حس ويليام انه خسر كل اشي وما فيش فايدة، فراح اعترف انه قتلها لكن بالغلط، وصار يروي تفاصيل الحادثة وقال انهم صاروا يتخانقوا لانها قتلت ابنها وهو ما كانش راضي، فطلعت رصاصة من المسدس بعينها بدون قصده، لكن هذا المبرر ما منع حكم الاعدام عنه. ويليام ساب بعد وفاته لغز كبير لحد اليوم، وهو ليش قتل ماريا وشو مصير الطفل المسكين. وبهيك خلصنا قصتنا لليوم، وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.